نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. السلام عليكم. وبإذن الله يعني نكمل في شهر 10 بقية الكورس بتاعنا اللي هو فاضل فينا جزء اللي هو إدارة المشاعر، وهنبتدي النهاردة إدارة المشاعر. هتنقسم عندنا لجزئين عشان بس تبقوا أنتوا عارفين. إدارة المشاعر إحنا عندنا كذا نوع من المشاعر. ممكن يكون عندنا المشاعر اللي أنا أقصدها النهاردة اللي أنا إدارة، إن أنا إزاي أتحكم في إدارة مشاعري، الغضب والخوف. ازاي اتحكم في مشاعر الغضب عندي وازاي اتحدى الخوف. النهارده احنا هنتكلم عن الغضب. طبعا احنا كلنا بنغضب، وطبيعي ان احنا كلنا بنخوف، ومش هقول لكم انه لا ما تغضبوش او لا ما، بس ازاي انفس عن غضبي وازاي ادير الغضب. حد فيكم بيقدر، في حد فيكم ما بيغضبش او ما بيتنفسش او ما بيتعصبش؟ في حد ما بيتعصبش او ما بيتنفسش مهما يعني مهما كان هو هادي؟ كلنا بنتعصب ونتنرفز، لانه شعور طبيعي من المشاعر الطبيعيه. يعني زي ما احنا ممكن نضحك، ممكن نبتسم، ممكن نجوع، ممكن نعطش، ممكن نحس بخوف، بقلق، بترقب، بنغضب وبنصور وبنتنرفز. بس في ناس الغضب بتاعتها بياخد شكل ان هو ممكن يقتل، ممكن يكسر الدنيا، ممكن يعمل اي حاجة مش مسؤولة. فاللي انا اقصده النهاردة وانا بدير الغضب، ازاي انا اتحكم في مشاعري وفي غضبي، ازاي اقدر اسيطر على انفعالاتي، ازاي اقدر اكبت، مش اكبته، اوظف طاقة الغضب. ما هي طاقة وشرارة بتتولد، ازاي اقدر اوظفها صح بحيث ان انا ما اختارش اللي قدامي. انتوا عارفين ان ممكن انا بكلمه واحده، بمشكله واحده او بموقف واحد ممكن اخسر ناس، صح؟ تحصل ولا لا؟ ان انا ابقى قاعد في مناقشه كده واروح قايل كلمه، تبقى ابتدي اتخانق، ابتدي اتنرفز، ابتدي اتعصب، اروح خسران اللي قدامي. ممكن افهم موقف غلط، ممكن اظن او اشك او اثور لأتفه الاسباب، وابتدي ابني مواقف مع نفسي، وابتدي استدعي مواقف واستدعي ذكريات واستدعي، ما اشوفش اي حاجه غير الموقف اللي انا فيه، وابتدي اترجمه لغضب. والغضب يؤدي الى ثوره، والثوره تؤدي الى رد فعل. ممكن فيه ابتدي اتطاول على اللي قدامي، بتطاول هو بيتطاول، نبتدي احنا الاثنين كانها مصارعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا أستاذ محمد، نورتنا، بقالنا كتير ما شفناش حضرتك. فنبتدي نتصارع ونبتدي نتشاكس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبتدي أخسر الشخص اللي قدامي لتفاقم مرحلة الغضب معاه. يعني فإحنا النهاردة بنتكلم عن إدارة المشاعر، وأولهم مشاعر الغضب، علشان احاول قدر المستطاع ان انا اتحكم في انفعالاتي وما اخسرش الاشخاص اللي انا بحبهم. تمام، تعالوا نبتدي رحلتنا سوا ونشوف احنا نقدر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعمل ايه في رحلتنا مع الغضب؟ تعالوا نعرف الغضب. الغضب هو احساس، عاطفه متباينه، مش على وتيره واحده، بتختلف حدتها من ان انت ممكن تستثار اثاره خفيفه، يعني كلمه واحده ممكن تثيرك اثاره خفيفه تبتدي تنكش في مشاعرك. لا، اللي مش دلوقتي يا استاذ محمد، بعد اذنك لما نخش بس في جزئيه كده معينه، نبتدي ايه لما العدد يزيد شويه. خلينا نكمل بس شويه في محاضرتنا، ولو الدنيا بس قفلت نبتدي نتعلم. ممكن بيبتدي باستثارة خفيفة، بينتهي إلى ثورة حادة جدا، وبتكون فيها متغيرات نفسية وبيولوجية وجسدية وانفعالات عارمة.
يعني هو مجرد عاطفه بتيجي من مجرد استثاره بتحصل لك ان انت بتثير غضبك وبتأدي فيك من الاول خالص، تبتدي الى حاله غير طبيعيه من متغيرات نفسيه وسيكولوجيه وبيولوجيه وجسديه، وملامح الوجه كلها تتغير، كل توظيف جسمك بيتغير ان انت في حاله عارمه من الغضب. تمام؟ والغضب ده بيجي طبيعي، رد فعل طبيعي عن شعور بيشعر به الانسان ان هو مهدد او اتهان او احباط او هوجم. فيبتدي يبقى عندك رد فعل من الدماغ لرد فعل هجوم، سواء كانت العوامل اللي اثارت غضبك دي خارجيه او داخليه، وبيبتدي معاها التغيرات الفسيولوجيه بقى، ان انت بتبتدي قلبك يدق بسرعه، بتتنفس بسرعه، وشك بيحمر، تترعش، عينيك بتبرق، بتدمع، تبتدي ايديك، تبتدي في حاله كل جسدك بينم عن غضبك. يعني الغضب رد فعل طبيعي للحظه من اللحظات اللي بيبدا فيها الانسان يحس ان في هجوم او في تهديد او في شيء ازعجه او في كلام جرحه او في مس للكبرياء او للكرامه او اهانه حصلت له، فبيبتدي يهاجم الشخص اللي قدامه. طب هي ايه اسباب الغضب؟ ايه اللي بيخلينا نغضب وبنثور؟ تعالوا نشوف كده، وهي ليها اكتر من حاجه. اول حاجه عندي اسباب داخليه تنبع من داخلي انا، انا المسؤول عنها. زي ايه؟ احباط مثلا، هي عامل نفسي ممكن يكون عندي انا من جوايا، انا عندي قلق متخوف من مستقبلي الوظيفي مثلا، خايف على عيلتي، خايف ان انا يكون عندي فقر مادي مثلا، فانا ابتدي حاله القلق دي بتخليني في حاله من الثوره العارمه 24 ساعه. وبيحكمني ايه؟ نظرتي لنفسي، هل انا شايف نفسي انا انسان فاشل ولا ناجح؟ ده حسب التجارب وامكانياتي ورؤيتي لنفسي ومعرفتي على منطقه ضعفي ومنطقه قوتي، يعني انا متعرفه على نقاط ضعفي ومنطقه قوتي ولا لا؟ وانا اني ارض واقف عليها؟ ارضي صلبه ولا انا متخوف من اللي حصل لي في الماضي؟ فبحكم على نفسي ازاي؟ واضحه الجزئيه دي يا جماعه؟ يعني انا المسؤول، يعني في بعض الحالات انا المسؤول عن حاله الغضب دي، لان انا من جوايا عندي حاله من القلق والغضب ومش عارف يكون عندي رد فعل. انا ماشي حياتي ازاي؟ مش شايف نفسي قوتي وضعفي ازاي؟ فانا عندي حاله من التوتر والقلق دائما. دائما انا عندي حاله من القلق والتوتر الدائمين. فبيخليني شايف نفسي انسان عندي هزه نفسيه. بالظبط، كل الثقه بالنفس انا مش شايف، فانا دائما متوتر، فبيؤدي ان انا اي شيء بيخليني مصار واغضب بسرعه. واضحه يا جماعه الجزئيه دي؟ ننقل على اللي بعدها. ليه بقى بيحصل معايا ليه؟ لان شايف ان المستقبل مسيطر عليا شعور بعدم الامان. فاي شيء بيخليني سريع الغضب وسريع الانفعال. تمام؟ كويس. كمان ممكن مشاكل شخصيه، يبقى انا مريت بمشاكل في حياتي كتير قوي، مع اهلي، مع زوجتي، مريت بعقبات، مريت بازمات، عندي حاله من عدم الرضا عن نفسي، عندي ما عنديش لغه تواصل او لغه حوار مع الاخرين جيده تسمح ان انا اكون عندي حاله من الصفاء النفسي، فبيحصل عندي مشاكل شخصيه كتير. يعني عندي مشاكل مع نفسي كتير ومع الاخرين كتير، فبتاثر في حالة الغضب، يعني دائما انا اظن ان قدامي شايفني بصورة تانية. كمان من العوامل التانية الداخلية ان انا عندي ذكريات سيئة في حياتي. انا مريت قد كده ذكريات مؤلمة وسيئة في حياتي. فدي بتبقى مشكلة. الذكريات المؤلمة. ان انا دائما بفكر في الماضي، ما بعملش ابدا ديليت للماضي. خالص. فذكرياتي دايما ماشيه معايا في حياتي، يعني انا ماشيه خطين مع بعض، ان انا مستقبلي وبس في نفس الوقت مش قادره انسى الماضي وماشي معايا، فدايما عامل لي حاله برضو من الغضب الداخلي. تمام. طريقه تفكيري، وبعني ايه طريقه تفكيري؟ يعني انا فاهم الامور ازاي، بفسر الوضع اللي قدامي ازاي،
يعني انا لما ابتدي اغضب ببص على مثلا انا سايق العربيه وقدامي واحد ماشي ببطء، اقعد افكر يا ترى مين اللي اداله الراجل ده الرخصه؟ ده ما عندوش احساس، ده بيكسر عليا، ده هو بيحاول يستفزني عشان انا ما عايز اعدي. وتفضل تدي تفسيرات سلبيه وتدي حاجات غريبه، وتفضل تدعي شيء وتدعي اشياء، تعمل صوره. ما ممكن اللي قدامك عنده مشكله في العربيه، اهلا وسهلا، ممكن اللي قدامك عنده مشكله في العربيه، يمكن راجل كبير مثلا في السن، ايا كان. افضل افكر انا ازاي هو ليه هو ماشي سايق بالمنظر ده، وليه مين اللي اداله ومين اللي عمله ومين اللي، يعني بطريقه غريبه. فانا المسؤول عن طريقه رد فعلي او رد فعل، يعني فيه موضوع او تفسير الامور، انا اللي فكرت كده، فسرت ان هو بيحاول يستفزني، بيحاول يضايقني، وابتدي اشتم وابتدي اثور وابتدي اغضب. طب ما انا اللي فسرت الموقف على مزاجي بالظبط، انا اللي مع نفسي، انا اللي اغضبت نفسي بنفسي. ما هو اكيد اللي قدامي مش قاصد ان انا تحديدا، صح ولا لا؟ يعني هو نازل بيسوق العربيه، كونه زنق، كونه عمل، دي سبب، او ماشي ببطء مثلا، اكيد في سبب، بس مش قاصدني انا شخصيا. فانا اللي عملت لنفسي حاله من الغضب، اي انا اللي يعني صنعت حاله من الغضب الغير حقيقيه. فمين المسؤول عن حاله الغضب؟ انا شخصيا. فدي من العوامل الخاصه، ان انا طريقه تفكير وطريقه فهمي للامور. التصرف، انا بحكم على الشيء بسرعه، مش بدي نفسي فرصه ان انا افهم. يعني مجرد واحد يقول لك ايه انت مالك شكلك النهارده ده بلان كده، شكلك عامل كده ليه؟ شكلي عامل كده ليه؟ يعني ايه شكلي عامل كده ليه؟ فانا زي الفل اهو. هو قصدي يقول مثلا شكلك تعبان، انت مرهق، انت ما نمتش كويس. طب ممكن بعد اذنك نستنى لما المحاضره تخلص وتشوفي انا وضحت الجزئيه دي ولا لا؟ يعني حاولوا ما تس... يعني الجزئيه دي، هل دي في اللي انا بقوله؟ اللي بيصير غضبك ده، اللي بيصير غضبك، بيصير غضبك ليه؟ يعني قصد يستفزك؟ يعني هو قصد يعني يستفزك؟ مش قصد يستفزك، يعني في يعني موقف زي العربيه مثلا، هو سايق قدامك ببطء لخلل في العربيه، هو مش عارف يسوق مثلا خلينا ندي على المثل اللي احنا قلناه. هو ماشي عنده مشكله في العربيه بتاعته، هو نازل من بيتهم عارف انك ماشي في الشارع ده عشان يستفزك؟ ها؟ مش قاصد. هو مثلا عنده مشكله ما في العربيه، فخيلت ان هو قاصد يضايقك او بيعطلك. ده مش حقيقي. ده مش حقيقي، يبقى انا اللي ادعيت ان هو قاصد يضايقني. لكن لو واحد بقى، انتوا مثلا ماشيين على الكوبري، انت جيت رحت داخل في الحاره بتاعته، فقصد ان هو يضايقك ويضرب لك كلكتات ويزنق عليك ويضايقك. هو كده متعمد ان هو يضايقك ويغلس عليك. لانك انت بادرت في الاول وعملت، ويمكن بدون قصد انت كمان، يعني انت يمكن بدون قصد عديت الحاره المروريه بتاعتك لشيء ما، حجر قدامك او اي حاجه، فهو كان رد فعلا ان هو يرد لك الصعصعه، فابتديتوا تبقوا في حوار خلاص بقى، غضب متبادل. انت بتزن عليا، لا انت بتزن عليا، ومن هنا استنتج وليعوذ بالله الحوادث او الخناقات اللي في الشوارع اللي بنشوفها، صح ولا لا؟ فده تعمد اثاره غضبك. وضحت؟ تمام؟ ايوه، عندنا مع بعض، فابتدينا نستدعي مشكله، عملنا مشكله من لا شيء، فابتدى يبقى فيه غضب. تمام، واضحه يا جماعه الجزئيه دي؟ نرجع للجزء بتاعنا زي الفل، نكمل التسرع. ونرجع ونقول التسرع ان انا باخد الموضوع من على الوش، باخد الموضوع من على الوش، باخد الموضوع كده من غير ما بدرك ايه، يعني ما بلحقش اكمل بقيه وجهه النظر. انا بحكم من الموضوع من الاول، بتسرع في ابني افتراضيه. يعني واحد مثلا زي ما قلت لك، واحد ايه انت مالك شكلك عامل كده ليه النهارده؟ اول ما يقول لي كلمه انا مديله كلمتين، يعني ايه وانا مالي؟ ما انا شكلي زي الفل اهو، ما انا جاي من بيتنا زي الفل. تقصد يعني انا مبهدل، وتبتدي تتسرع وتبني احكام وفرائض مش مظبوطه. ايا كان اديله فرصه يكمل اسلوبه، اديله فرصه، مفيش داعي لرد الفعل العنيف.
يعني ادوا فرصه. ما هو انا ممكن، ما هو انا ممكن، انا ممكن انا نفسي اعمل نفس الحركه. يا جماعه دايما ندي مساحه، الا اللي يكون اللي قدام ده انا متغاظ منه بقى فانا بتلكك له. يبقى انا التسرع بيخلق حاله من الغضب. طيب كمان ممكن يكون واحد عنده مرض نفسي، عنده قلق، عنده اكتئاب، عنده يعني يعني فوبيات معينه. فاي امر بسيط صغير تافه تلاقي ثوره من الغضب غير طبيعيه، ثوره غير طبيعيه بطريقه ما انتوش متصورينها، يفضل يكسر ويرزع ويترفز مع ان الموقف ما يستحقش الغضب ده كله. لكن ممكن يكون واحد عنده نفسيته تعبانه، عنده قلق، عنده اكتئاب، عنده فوبيا معينه، عنده توتر نفسي. طب بص تلاقي الحاله صعبه جدا، من اتفه الاشياء يخش مثلا يفتح العنفاية ما يلاقيش ميه يبتدي يكسر في الدنيا ان الميه مقطوعه. ضغط نفسي، برافو عليك يا فادي، ممتازه. فالضغوط النفسيه، الضغوط النفسيه دي ممكن تخليني اغضب واطيح. طب في اسباب، احنا قلنا دي اسباب داخليه، طب في اسباب خارجيه زي ايه؟ يعني حاجه غصب عني، يعني حاجه ضغط جاني غصب عني، جيت انا اسافر بركب الطياره مثلا لقيت العربيه اللي بتوديني المطار عطلانه وانا عندي طياره خايفه اتاخر، موبايلي اتسرق وعليه ارقام مهمه مثلا، يعني حاجه خارجه عن ارادتي خلتني اثور واغضب. تمام، فده موقف خارج عن الإرادة. ممكن كمان يتمثل في إيه؟ شخص ما، شخص ما يعني بيتعمد إزعاجي، دائما هو بيتلذذ بإزعاجي وبيصير غضب لما بشوفه، ده عامل خارجي. شخص ما محدد بعينه دائما بيسبب ليا إزعاج أو ألم ضيق. هنشوف نتعامل إزاي، إحنا لسه هنخش الجزئيات إزاي نتعامل مع الحالات دي، لكن إحنا بنشوف عوامل الغضب الخارجية. تمام، ظرف طارئ، حصل اي ظرف طارئ غير لي مسار الخطه اللي انا ماشي عليها او مسار اليوم بتاعي او غير لي اسلوبي في الحياه، اي ظرف طارئ حصل لي ادى ان هو ان انا اثور غضبي. ابقى مثلا نازل لابس قميص ابيض والمطر مطرت بهدلت لي هدوم وانا عندي معايا، عربيه طرطشت عليا، العجله نامت مني وانا على الكوبري، حصل اي شيء، اي شيء، خناقه، مشاجره، اعتصام، الشارع اتقفل، ايا كان زحمه، فده ظرف طارئ بيخليني مانيش عارف اعمل ايه، فبضطر ان انا اعبر عن حاله من الغضب. ضغط في العمل، بتضغط جدا في الشغل بتاعي وبيبتدوا يضغطوا عليا بكل الطرق وبتاخر في عملي ومش عارف احقق وعندي ضغائن وعندي مشاكل وعندي ازمات رهيبه في العمل بتخليني مانيش عارف اسيطر على اي انفعال، فبصور بسهوله جدا من كتر ما انا مضغوط، من كتر ما ظروف الحياه ضغطاني، من كتر ما انا بعاني من ضغوط معينه، بيخليني الضغط ده انا مش عارف افكر في اقل كلمه بتخليني اغضب واثور، اذا كان في شغلي اذا كان في البيت. تمام، الضغوط الماديه، الانسان لما بيمر بضغط مادي او تحت العوز او تحت الحاجه او بيفضل قلقان على مستقبله المادي فبتبقى مشكله، فبتبقى مشكله كبيره. يا ريت نركز في المحاضره، ربنا يخليك، ركزوا في المحاضره بعد اذنكم يا جماعه. فبيبقى عندي ضغط مادي كبير، ان انا الضغط المادي بيخليني ان انا عصبي، بيخليني عصبي، بيخليني متنشن، وبيخليني مش عارف اسيطر على حاجه، لان انا دائما المشاكل الماديه بملاحقاني، بفكر مصاريف المدارس، طب لبس العيد، طب بكره في ايه، طب انا هعمل ايه، طب هقضي التزاماتي ازاي، هقدر ولا مش هقدر، يا ترى انا هقدر اكفي التزاماتي، يا ترى انا هقدر اخلي ولادي يعيشوا عيشه كريمه، طب اسافر، طب اقعد، طب هفقد شغلي، هقدر اكفي بيتي. فالضغط المادي او الديون والعياذ بالله او ايا كان الضغوط الماديه وشكلها
بتخلي الواحد اعصابه دائما مش متحمله ودائما يغضب في اسرع وقت. الغضب بيبقى رد فعل تلقائي عفوي. لما الإنسان بيحس بخطر، أما الإنسان بيحس بقلق، بيحس بخوف، يبقى عنده حل من اتنين، يا إما يهرب من الخطر والخوف والضيق، يا إما يبادر بالهجوم. يعني رد فعل، يا إما إن أنا أسكت وأهرب واكتم في نفسي واخلي الغضب جوايا، يا الا افجر بركان الغضب ده. فانا عندي حالتين من الغضب، المكبوت والمتفجر. وبالتالي نشوف انواع الغضب. النوع الاول عندي الغضب كصفه، صفه الغضب عندي، يعني الشخص ده اللي بتقول عليه عصبي، فأصبح إن شكله غاضب على طول، هو غاضب غضبان عصبي ليل ونهار، دائما هو عصبي. أي كلمة تلاقيه بيرد بعصبية، تنده ويقول لك نعم بصوت عصبي ومتعصب كده أهو، تاكل لا، تشرب لا، بيرد بعصبيه وبيتعامل بعصبيه، تلاقيه حتى بيتعامل مع الاشياء بعصبيه، تلاقيه هو خارج من باب العربيه طاخ يرزع الكوبايه، يتكلم بعنف. هو سمته في حياته العصبيه، سمته في حياته الغضب، وشه بينطق بالغضب، بيعبر دائما بغضب، فهو نوعه غضبان، انسان غاضب وانسان ناقم وانسان ساخط على كل الاشياء، فاصبح ملازمه لشخصيته الغضب، فاصبحت سمه في حياته الغضب. لكن الغضب كحاله ده بيبقى انسان طبيعي، بس بينتابه شعور من الغضب لما بتحصل مشكله او استثاره من الاشياء اللي احنا ذكرناها، اذا كانت عوامل خارجيه او عوامل داخليه، ده ممكن تسيطر عليه. يعني النوع ده لو بيجيله كحاله مؤقته، يعني هو انسان عايش حياته طبيعيه وبيغضب لسبب ما اثاره، أثار غضبه أو استفزه أو ضايقه، ده إنسان طبيعي جدا، ده إنسان طبيعي جدا. تعالوا نشوف الغضب ليه دورة طبيعية، تعالوا نشوف كده الغضب بتاعنا ابتدى إزاي، وإزاي الدورة الطبيعية للغضب، إيه الحكاية وبيحصل إيه عشان نوصل لمرحلة الانفجار. تعالوا نشوف كده اهو، ونركز كويس ونشوف ايه بيبدا ازاي معايا الغضب. تعالوا نتفرجوا على نفسنا كده احنا بنغضب، اتفرجوا كده على نفسكم واحنا بنغضب، يا ريت نركز، يا ريت نركز مع بعض. خلاص مش هنجز ده في جزئيات هامة في المحاضرة. مشاعر الغضب نفسها بيجي لي مشاعر الغضب ازاي؟ أي حاجة حصلت لي من العوامل السابقة بتبتدي تثير غضبي، أول حاجة يمتدني شعور بالغضب، سواء بقى عامل أو اتنين من اللي حصلوا دول اللي هم الخارجيين أو الداخليين، شخص ما استفزني، ظرف طارئ، مرض، أيا كان اللي احنا شرحناه، إذا كانت عوامل المسببة للغضب، أيا كانت العوامل دي، فانا ببتدي استشعر شعور الغضب. اول حاجه ببتدي اشعر شعور الغضب. تاني مرحله بقى نمره اتنين، ان انا ببتدي افقد السيطره على نفسي. لا مش قادر اتحكم في نفسي. مش عارف اعمل ايه. مش عارف اظبط نفسي. مش عارف الملم نفسي. فببتدي اطلع غضبي. فقدت السيطره على نفسي. مش عارف اضبط انفعالاتي، مش عارف اتخلص من الضغط اللي وقع عليا. دي المرحله الثانيه. ثالث مرحله، انا نفذت غضب وطلعته، ببتدي انب ضميري، وانا استعجلت؟ يا ترى الموضوع كان يستحق؟ ببتدي اهدى شويه، وانا كنت قليل الادب وانا برد،
انا ايه الالفاظ اللي طلعت مني دي؟ الموضوع ما كانش يستاهل ان انا ارد بالطريقه دي. ايه الثوره اللي انا فيها على حاجه ما تستاهلش؟ مراجعه للذات، مراجعه للنفس، ليه انا عملت كده؟ ابتدي اراجع نفسي وابتدي اشوف المشهد بعد ما خلص. حاله لا شعوريه، لا ساعه الغضب وساعه الثوره انا مش مفكر في حاجه، انا طلعت كل غضبي رميته مره واحده من غير ما افكر ان انا اذيت ولا ما اذيتش. فببتدي اللحظه كده الشريط يمر قدامي وراقب الانفعالات، ابتدي في مرحله الندم، ابتدي في مرحله محاسبه الذات. وانا ايه اللي حصل عشان اوصل لمرحله الانفعال ده؟ تمام. طب المرحله الرابعه بقى ان انا ببتدي ابرر لنفسي تصرفاتي، انا ليه صرت؟ يعني انا حسبت نفسي شويه بس ببتدي بقى ادافع عن نفسي تاني، ما هو اللي استفزني، ما هو اللي وصلني للمرحله دي، ما انا كان لازم ارد عليه، ولا انا هاخد على قفايا وما اردش عليه. ويبتدي تاني، يبتدي مرحله الغضب من اولها وجديد، يفتكر هو عمل فيه ايه، وبالتالي ايه اللي خلاني اغضب واثور واتنرفز واكسر وازعق واقول الالفاظ دي. فتبتدي الدوره من اول وجديد زي ما هي بتقول، انا بلوم الاخر، لا قبلها لومتي نفسك شويه صغيرين بس رجعتي بسرعه ورميتي تاني على اللي استفزك الموضوع. فهي دائره تدور من اول وجديد، شعور بالغضب، انفس الغضب، الوم نفسي، ارجع ابرر لنفسي انا ليه اتصرفت بغضب. مفهومه يا جماعه دايره الغضب؟ مفهومه مراحل الغضب ماشيه ازاي؟ الدائره دي ماشيه ازاي؟ من اربع مراحل. تمام كده؟ ازاي بقى اتعامل مع الغضب؟ اتجاهين مختلفين تماما قسمهم العلماء، اتجاهين ما لهمش اي علاقه ببعض قسمهم العلماء ليهم، متطرفين تماما التطرف، ده في اتجاه وده في اتجاه تاني. خلينا نشوف الغضب السلبي اللي احنا للاسف كلنا بنغضب، الغضب السلبي ليهم اتجاهين في الغضب السلبي. اول اتجاه الكبت والاخماد، ان انا افضل كاتم الغضب ده ما اعبرش عنه، يعني بما معنى كده ان انا ارفع الرايه البيضه وهتجنب ان انا اتخانق او اثور او اتنازع او اقول ايه الله يسامحك وفايكم وامشي وافضل كاتب جوايا وابين للناس بابتسامه بلاستيك ووشي بلاستيك انا بخير، وافضل اقنع نفسي ان انا كويس وانا راضي عن نفسي وانا مبسوط ومش مشكله، حصل اللي حصل عفى الله عن خلاص، خدت جنب مع نفسي وفضلت مخنوق ومش عاوزه اتكلم، خدت الكلمتين في دماغي وما بنطقش، اتكتمت مش قادر، لكن انا جوايا غليان بس كبت الغضب وكتمته للاخر ومش قادر خلاص، ما عبرتش عنه، ما قدرتش اعبر عن حاله الغضب اللي انتابتني. ده غضب سلبي، اول جزء ده اتجاه من اتجاهات الغضب السلبي. تمام كده يا جماعه؟ واضحه؟ واضح الكلام ده؟ اوكي. الاتجاه الثاني المعاكس تماما، ان انا انفس وانفجر، اطلع البركان بقى خلاص مش قادر، وتطلع اللي جواك، حكنس، عارفين المكنسه؟ اول باول بنضف اطلع اللي في قلبي، انا ما يهمنيش، انا هتريح لما اطلع واعبر وازعق واجعر. هدي لنفسي الفرصه ان انا اهلل واعمل اللي انا عاوزاه. دي مصيبه. لان دي بتخليني اخسر كتير جدا، باذي نفسي وباذي الاخرين. لان انا ما بشوفش قدامي، اتوبيس وماشي، قطر، قشاش. وبالتالي انا ببص الاقي نفسي في وقت من الاوقات انا لوحدي، لان انا ما عنديش تحكم ابدا في ذاتي مع الاسف.
يعني قد ما الكتاب غلط قد ما الانفجار والتنفيس واسلوب المكنسه سيء جدا سيء جدا جدا، لان خساراته فادحه لا تعوض. هنشوف العمل واحده واحده، هنشوف كل حاجه. ده الغضب يا جماعه الصبر. حاضر حاضر. الغضب السلبي وباتجاهاته المتطرفه يا الكبت والاخماد يا التنفيس والانفجار. تمام. طب احنا عايزين نرضى بالغضب الايجابي، ما انا مش هقول لكم خليكم باردين وثلاجه وما تنفسوش، لا انا عايز اغضب غضب اقدر فيه اعبر عن اللي جوايا بس بطريقه افضل، اللي انا ادير مشاعري، اقدر ادير غضبي صح، اقدر اعمل كنترول على نفسي، اقدر اعبر زي ما انتوا بتسالوا طب والحل؟ الحل في الغضب الايجابي. تعالوا نشوف الغضب الايجابي مع بعض كده. ان انت بتحاول تتقبل الامر الواقع وتحوله لافضل شويه. يعني انا ببص للمنظور بمنظور فيه حكمه وعقل شويه عشان اقدر اغير من الشيء اللي ازعجني، وده بيدل على نضجك ومدى حقك في اداره عقلك. علشان كده قبل اداره المشاعر انا يا جماعه اتكلمت عن اداره العقل، والتفكير الايجابي بيلعب مهم جدا 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 جدا، ان انا ازاي اقدر اتعامل مع الضغوط والازمات والغضب. لان كل ما انا عندي اداره العقل جيده، كل ما انا عارف افكر تفكير ايجابي واطرد التفكير السلبي، عارف ابص للامور بنظره جيده ونظره واسعه من كل الزوايا، يخليني اقدر احكم عليها بمنظور جيد ومنظور احسن. فبيخليني ابص للامور بشكل اوسع وبره الصندوق من زاويه اخرى. فاول حاجه ما تهاجمش، ما تاخدش سلاح الهجوم، ما تخليش دايما عندك الفعل ورد الفعل، ما تجيش تلوم التاني وتقول له انت دايما بتعمل فيا كده، انت الغلطان، انا عمري ما هسامحك، انت عمرك طول عمرك بتضايقني. تبتدي تنفس بحجايه اللوم. بالظبط، الله ينور عليك. فدايما الغضب بيخليك انت تلوم. اول حاجه تبتدي تلوم، ادافع عن نفسي ان انا الوم اللي قدامي. انت طول عمرك مزهقني في عشتي، انت دايما بتضايقني، انت قاصد توجع قلبي، انت هوايتك تحرق دمي. تبتدي تهاجم وتلوم الاخرين. فاول حاجه ما تلومش، ما تديش هجوم مضاد على طول، ما تطلعش حاملات الصواريخ وتبتدي توجه قذائف كلاميه من اللي قدامك. تهدى كده، اعرف الغضب، اتعرف على غضبك، لاحظ الغضب، اعرف ان انت من حقك تخمده ومن حقك تكبته. حاول تشوف تعبر عنه، استخدم عبارات انا حاسس، بلاش انا محبط انا متضايق، لا ابتدي اتكلم، ابتدي اتكلم بطريقه مفتوحه، ابتدي عبر عنه بالكلام، بكلمات مفتوحه، ما تقولش مستفزه، ما تقولش انا محبط، انا مصدوم، انا متضايق. ابتدي قول لهم الكلمات اللي تعبر فيها عن غضبك بس باصول. خليك مفتوح قدام الناس، ما تخمدش وما تكتمش وما تصورش بالفاظ ممكن تكون مهينه، استخدم الفاظ ممكن تعبر فيها عن الغضب. اديله شعورك، ترجم احساسك لكلمات تقدر توصل له المعنى المقصود. خليك مفتوح في تعبيراتك. لا هيسمعك، هو دلوقتي انت حصلت حالة الغضب، انت ما انت بتتكلم ليه مش هيسمعك؟ هيمشي ويسيبك؟ لازم تعبر عن الغضب بالكلام، حتى لو مشي فيما بعد اعمل مكالمة تليفونية، اعمل لقاء آخر وابتدي اتكلم، قول له أنا اتضايقت من الموقف الفلاني لأن حصل واحد اتنين تلاتة، ابتدي عبر عن الغضب بالكلمات. لازم يعرف اللي قدامك إن أنت اتضايقت. حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا، وانتبهوا خاصة اللي عندهم بيوت، الأزواج والزوجات. الأزواج والزوجات، كوني أنا بشتغل برضه في المستشار أسري، فبتجيلي حالات فيها شكوى من شيء تلاقيه تافه جدا،
بس بيبقى ورا الغضب ده في شيء حقيقي. دور ايه اللي مخليك تثور وتغضب كده في الحقيقة. يعني واحد مثلا جه بيتغدى لقى الملح زياد شويه في الاكل، ابتدى عمل ثوره عارمه وكسر الاطباق وحلف ما هو اكل في البيت عشان الملح زياد. تفتكر ده السبب الحقيقي او ان الزرار مقطوع؟ لا، ابتدي ايه اللي مخليني اصل حاله من الثوره والغضب دي؟ لا ملح ولا زرار ولا اي حاجه من الحاجات دي، في حاجه اكبر من كده هي اللي مخلياني عندي الغضب وعندي فبتخليني مش قادر اسيطر على انفعالي. في حاجه اقوى مما اتوقع هي اللي خلتني في حاله غير طبيعيه من الثوره دي. لو انا عرفت السبب الرئيسي اللي يخليني اغضب هعرف، ايوه هعرف اسيطر على غضبي وهعرف ادير الغضب بتاعي صح. مش كل شرده وورده ابتدي اغضب وصور عمال على بطال. يعني في ناس احنا بنبقى عارفينهم بيقول لك ايه، انت مش طبيعي النهارده، انت اي حاجه بتحصل عليها ليه؟ انت مش في حالتك الطبيعيه. فبتبقى معروف ان ده عنده مثلا ازمه ماديه، عنده مشكله في بيته، عنده مشكله في شغله. فشوف الاساس ايه، اساس السبب الرئيسي للغضب كان ايه. تمام؟ وبعدين اسال نفسك، هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل قبل الموضوع ده؟ ايه اللي خلاني اصور كده؟ وايه اللي حسسني بده؟ طب هو في حاجه حصلت افتكرت حاجه مثلا زعلتني قبل كده؟ ويمكن ما انا مثلا انا سايق مثلا عربيه وانا سايق افتكرت مثلا والدي الله يرحمه وذكرياتي وحنيني وافتقدت وابتديت ان انا ايه ادمع شويه، فجي حد بحسن نيه كده اتصل عليا ابتديت ازعق واصور وعملت مصيبه سودة. والموضوع ما يستاهلش. يعني الموضوع ما يستاهلش ان انا اصور وازعل بالمنظر ده لمجرد ان انا افتكرت ذكرى مثلا او افتكرت حدث اليم حصل لي. ابتدي اشوف افتش كده ايه اللي حصل خلاني اصور الثوره دي كلها. تمام يا جماعه ماشيين كده كويس؟ لك الحمد لله. تعالوا نتعرف على الغضب بتاعنا. ازاي اتعرف على غضب؟ اول حاجه بيحصل لي تغيرات جسديه، ابتدى ملامحي وشكلي ووشي وضربات في القلب وابتدي اصرخ والتنفس بيزيد جدا كان صفاره انذار بتبتدي تضرب سرينه تطلع من جوايا، وشي يحمر ويخضر واعرق وابتدي عضلاتي تتشنج وابتدي صوتي يتغير و نفسي يتكم وابتدي كده ايه حالتي تبقاش طبيعيه، ضربات قلب رهيبه جدا، ممكن يجي لي مغص وتشتت وتلاقي نفسك ايديك بتتحرك وكل عضلات جسمك بتتشنج. اول حاجه خليك واخد بالك ان انت ابتديت عندك تغيرات جسديه وان انت ابتديت تتوتر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل توتر ابتدي بقى ولا يهم حضرتك، توتر غير طبيعي في الجسد كله، مش قادر. ده ابتدي عندك الوعي ان انت ابتدى انا ليه براقب عضلات جسمي وحركات وشي والتغيرات الجسديه؟ عشان ابتدي اعي ان انا ابتديت اخش في مرحله الغضب، فابتدي الملم نفسي، ابتدي اتحكم في ذاتي، ابتدي اسيطر على الشعور ده وابتدي اتعامل ايجابيا مع الغضب. احول الغضب لغضب ايجابي. ففي البدايه هيكون عندي وعي بالتغيرات الجسديه اللي ابتدت تحصل لي في عضلاتي وفي وشي وفي ايدي وجفاف الحلق والقلب اللي بيزيد والعرق والنهجان وكل الحاجات اللي ممكن تخليني ابتدي اتغير. افكار متلاحقه بسرعه، دماغي شغاله زي القطر زي الوبور مش ملاحق، بفكر ازاي ارد الاهانه في اسرع وقت سيل، وابتدي افتكر اللي عمله فيا قبل كده، كل شيء بحط في دماغي ازاي ارد الرد القوي ودماغي شغاله مش قادره اسكتها، مش عارف اعمل ايه. لما تبتدي تلاقي نفسك ابتدى جسمك يتغير، ابتدت الافكار بسرعه 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 بتهاجمك وبتشجعك كانك انت بتنفس
يعني النار بتنفس في النار بتنفس فيها عشان نرجع تاني ونقول ان انا لازم يبقى انا عندي وعي بتسارع الافكار وانها متلقطه بسرعه، ان انا ازاي الصوت عند الكل تمام ولا ايه؟ استاذ مصطفى في مشكله في الصوت؟ طب ده تمام؟ حاضر هحط لكم الفيديو تاني. حاضر وتشوفوه زي ما انتوا عاوزين. اهو تمام؟ هنشغله في نهايه المحاضره وادي اللينك بحيث تشغلوه زي ما انتوا عاوزين. تمام يا استاذ احمد؟ تاني نرجع ونقول ان انا لازم لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن تعمل ريفرش؟ اعمل ريفرش. الصوت عند الكل فيه مشكله ولا عند استاذ احمد بس؟ اكدوا لي بس من معلومه الصوت عشان نقدر نكمل. طب في صوت بعمل يا استاذ احمد واستاذ مصطفى؟ معلش الدعم، الدعم اعمله. لا اله يا ربي الدعم اكتبوا لي بس ان اعملوا لي ريفرش عشان نقدر نكمل، لان في ناس الصوت عندها كويس. الدعم صوتي مسموع عندكم كويس كده؟ طيب طب ده مش من عندي على فكره يا جماعه، اظبطوا لي الصوت معلش الدعم بعد اذنكم. طيب كويس كده. طيب ماشي نكمل يا جماعه، نكمل مع حضرتنا. طيب زي الفل الحمد لله. نمرة اثنين زي ما انا قلت، حرائب انفعالات الجسد، حرائب كمان تسارع الافكار اللي بتجيلي بسرعه علشان ابتدي اتحكم في الغضب بتاعي. يعني مع ان انا اراقب ابتدي انفعالات وتغيرات الجسديه اللي بتحصل لي، ابتدي اراقب كمان انا افكار بسرعه اللي بتجيلي عشان تكون رد فعل عندي. ان انا افكار بتجيلي عشان تكون رد فعل عندي للاشياء، ان انا ازاي ارد الغضب بتاعي ده؟ ازاي اقدر ابتدي اعمل ايه؟ يعني ازاي انا ارد على انفعالاتي ده ازاي؟ هيبتدي عندي تسارع غير طبيعي في الافكار. فابتدي احطها في الاطار الايجابي، ان انا احول تفكير لتفكير ايجابي مش سلبي. يبقى غضب غضبي ايجابي. تجنب الغضب. ازاي اتغنب الغضب؟ اول حاجه ان انا لازم ادي مساحه للاخر انه يختلف معايا، يعني ادي مساحه للتقبل من راي الاخر. مش انا افرض رايي على الاخرين، لازم ان انا قبل ما ابتدي اطور وانفعل على فكرة أخرى أو رأي آخر أو تقبل النقد، لازم أعترف بحق الآخر إنه يختلف معايا. يعني أنا مش دائما صاحب وجهة النظر الوحيدة. لازم أدي اللي قدامي المساحة إن أنا أختلف معاه ويختلف معايا. من حق أي حد إن أنا يختلف معايا، فلازم أتقبل وجهة النظر. مش دائما أنا رأيي الرأي الأوحد وده غلط. بالظبط. لازم أبتدي أدي له مساحة إن هو من حقه ان يختلف معايا. لكن انا مش دائما انا الصح. مش لازم اكون انا دايما الصح. تكتب السخريه والاستهزاء والتريقه، وان انت تبتدي بقى يعني اسخر من اللي قدامي، استهزئ بيه، اطلع عيب في لكنته، اطلع عيب في شكله، ابتدي هسخر، هبتدي اخش بقى في يعني ايه في مرحله اكبر من الغضب. هتقلب بخناقه مش مجرد غضب. السخريه والاستهزاء والنقد غير البناء، مجرد ان انا اخد حقي. يعني ازاي؟ هبتدي اسخر لمجرد ان انا اخد حقي. اعلم عليه ازاي؟ انتقم ازاي؟ هجيب حقي ازاي منه؟ فبطلع جام غضب فيه وابتدي اسخر واستهزأ واسخر منه واتريق عليه اشوش عليه بأي طريقة ما. أأذيه السلام. تمام؟ في حد عنده مشكلة في الصوت؟ يعني اللي عنده مشكلة في الصوت يعمل ريفرش لو سمحته، أو يقفل ال 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 اي حاجه على الثانيه عنده. مش عارف ان في ناس الصوت عندها كويس جدا اهو، فمعلش اعمل ريفرش او اقفل اي برنامج ثاني يكون عنده مشكله اهو. الدعم ايه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من جرعه اعظم اجرا عند الله من جرعه غيظ قزمه عبدا ابتغاء وجه الله. ان انا اعرف اتحكم في غضب ازاي.
أسيطر على انفعالي ازاي؟ لازم نفهم حاجة ونبقى على أرض الواقع. الحياة مش مثالية، الحياة احنا عايشين في مجتمع فيه اختلاف في الطبقات والثقافات، في مشكلة تانية في الصوت، صح ولا ايه؟ صوتي واضح عندكم يا جماعة ولا ايه اخباره؟ طيب، فلازم نفهم ان الحياة مش مثالية ابدا. معلش يا جماعة الدعم، اظبطوا لي الصوت شوية كده، مش المشكلة مش من عندي. معلش انا بعتذر يا جماعة، بعتذر لكم. فلازم نفهم ان الحياة ما فيهاش مثالية، وان انا اتقبل الحياة باختلاف انماطنا، باختلاف تصرفاتنا، باختلاف بيئاتنا، باختلاف ثقافاتنا. لازم نفهم ان احنا من انماط مختلفة، من بيئات مختلفة، من ثقافات مختلفة، من بيئة اجتماعية ثقافية مهنية. فلازم نفهم ان لازم يحصل شوية قلق، ان الحياة مش مثالية ومش وردية دائما، فلازم اتقبل الامر الواقع. في حاجة اسمها فقه الواقع، ان انا اتعايش مع الواقع، اتطبع بالصورة اللي انا فيها. مش دائما توقعاتي هي اللي بتكون مصيبة، لازم اقبل الاختلاف والجدل، وان في انماط تانية في الحياة معايا، حتى لو جوه بيتي اب او ام مختلف، من لازم اتقبل ده كويس جدا. تمام، حط نفسك في اطار التفكير الايجابي، يعني ما بلاش الافكار السلبية تسيطر عليا والشحنات السلبية بس. ادي برافو عليك يا صفية، المرونة الإيجابية، الفكر الإيجابي، التعامل الإيجابي، التعامل الإيجابي، الفكر الإيجابي، زي ما أنا قلت إدارة العقل. الأفكار السلبية ما تسيطرش عليا، أدير عقلي بالتفكير الإيجابي، أدي عذر، أدي مبررات. يا جماعة ما إحنا كمان بنغلط، لازم يبقى عندي، برافو عليك، لازم يبقى عندي مساحة من الغفران، لازم أستميح العذر للآخرين. برافو يا شيماء، ممتازة ممتازة، برافو عليك، برافو عليك، هاي تمام. حاول تبعد عن مثيرات الغضب، يعني حاول تبعد عن الشيء اللي بيثير غضبك. الغضب مش شيطان يا جماعة، الغضب مش شيطان، الشيطان من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، زي ما أستاذ مصطفى قال، التطبع الديني بيخليني اقدر اتحكم في غضبي شويه. يعني انا لما الاقي نفسي غضبان كده اقوم كده ايه، اتوضا، اغير الوضعيه، وابتدي انهل على جسدي بالماء. يعني اصل ربنا عمل وضوء، ده الحكمه، ده بيجدد الطاقه وبيخليك تهدى. يعني تخيل وانت بتزعق كده، لو انت شربت كوبايه ميه، لو انت غسلت وشك بشويه ميه، دخلت اتوضيت، هيبقى احساسك ايه؟ اكيد هيبقى فيه اختلاف، هتهدى شويه على الاقل يعني. لان الغضب، الغضب ده مش شيطان. ايوه برافو يا شيماء، اقدر اسيطر، هعمل كنترول على نفسي. فتجنب انت الحاجات اللي ممكن تغضبك، او غير وضعيتك، او غير المكان اللي انت فيه. وكمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: أوصاني وقال: لا تغضب، لا تغضب، تجنب الغضب، وليس الشديد بالصرع، ولكن الصرع، لكن الشديد من يملك نفسه عن الغضب. برافو يا صفية، انت مذاكرة كويس قوي. ما حطش تركيزي على الشيء السلبي، ما حطش تركيزي على الشيء السيء، اغير اتجاهي للتركيز الايجابي، افكر بتفكير ايجابي، ابص بمنظور ايجابي، استميح العذر. برافو، رد فعل غير ارادي، بس اقدر اتحكم فيه ولا لا؟ اقدر اتحكم فيه. ما احنا بنقول اداره الغضب ازاي،
امال بقول اداره العقل ازاي؟ احنا ليه عملنا تتابع في المحاضرات بتاعتنا وخدت في الاول اداره العقل؟ وللناس اللي حضرت معايا المحاضره اللي فاتت فاهمه اي ادير عقلي وافكر تفكير ايجابي واغير باستراتيجيتي، اعمل التركيز، التركيز اغير تفكيري اغير فكري اغير منظوري، ما ابصش للشيء بالتعميم، شايف التعميم التجزئه استراتيجيه التجزئه وقتي بطريقه سليمه، لكن انا مبدئيا هغير وضعيتي، هتوضى، هركز تركيزي تركيز ايجابي مش تركيز سلبي، هجزأ، هبص افكر ازاي ان انا اغير من تفكيري، هسيطر على انفعالاتي، هراقب الغضب في بداياته، عشان انا قلت اعراض الغضب ايه؟ ان انا بيحصل لي تغيرات جسديه وتسارع في الافكار، هبتدي الحق نفسي، هبتدي اعمل كنترول على نفسي، امال اسمها اداره ليه؟ عارف اتحكم في نفسي كانك معاك ريموت كنترول لذاتك. تمام يا جماعه؟ برافو يا شيماء. تعالوا نشوف ازاي نقدر نعبر صح عن الغضب. وده الكلام بقى. ما انا مش ملاك ومش بزراير والامر ما يسلمش. حاولت ان انا اداري، حاولت ان انا كده، لكن انا عايز اعبر، انا عايز اعبر عن الغضب الايجابي. انا زعلان، استفزت من شيء، اتضايقت من شيء، عايز اعبر عن الغضب الايجابي عندي. اعمل ايه بقى؟ نمره واحد. احنا اتعودنا ان احنا نصرخ ونزعق، يا نقفل على نفسنا يا الا اضرب، صح؟ اول حاجه ان انا ابتدي اصرخ وابتدي اضرب. لكن الطريقه الصح ايه بقى؟ ان انا بتكلم كل حزم وقوه وثبات بالفاظ واضحه بس فيها صرامه وشده من غير ما اذي. لو سمحت من فضلك التزم حدود الادب في الحديث معايا. اظن لهجه حاده وقويه وواضحه وتقدر تخلي اللي قدامك يسكت بدون ما تقل ادبك. نبره صوتك تكون واضحه فيها علو نوعا ما بس من غير ما تجرح حد او تاذي حد، وبتنفس عن غضبك في نفس الوقت. انا بديك تحذير اخير، من فضلك تعامل معايا باحترام زي ما بتعامل معاك. من فضلك انت ازعجتني بكلامك او انا غير راضي عن كلامك، لكن هصرخ هزعق. في ناس ما لما في غضبها ما بتقولش كبير ولا صغير، لو كبير بيبقى ليا اسلوب. بعد اذن حضرتك انا مضطره انسحب من المناقشه لغايه لما حضرتك تهدى ونرجع نتكلم تاني. واضح يا استاذ محمد؟ لكل مقام مقال. واحد صاحبك دلوقتي بتنرفز معاه، من فضلك انا مش راضي عن الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه، فبعد اذنك التزم حدود الكلام معاه. طب والدي او والدتي زعلانين وسايرين وغاضبين، هسكت واقول لهم طب بعد اذنكم لما تهدى نرجع نتكلم مع بعض تاني. بس واضحه يا جماعه الجزئيه دي ولا ايه؟ هعبر عن غضبي بس فيه بلهجه ما فيها شيء من الصرامه والحده، مش احسن ما ازعق واكسر واكبت جوايا؟ مفهومه الجزئيه دي؟ معايا؟ مركزين معايا في الجزئيه دي ولا ايه؟ طيب. ساعات احنا بنزعل ان كرسي اتكسر، نجفه وقعت، السخان باظ، العربيه اتخبطت. يعني بزعل على حاجات، طب ما في حاجات مزعجه هتحصل لنا وفي تغيير، حد اتغير معايا، لا في تغيير. والالات والحاجات دي هتبوظ هتبوظ، مش هتفضل طول عمرها معمره معايا. فازعل على حاجات انا عارف ليه، انها دي يعني دي سنه الحياه. لازم اؤمن بسنه التغيير وسنه الحياه. ابقى عندي وعي وابقى فاهم ايه اللي بيحصل. فهزعل ليه؟ فابقى متوقع ان انكسر، خلاص انكسر. خد الشر وراح، الثلاجة باظت خلاص خلص بالظبط نصيبها كده.
حد كان بيكلمني وبطئ خلاص بالسلام، هفضل احرق دم على ايه؟ مفيش داعي يعني، الموضوع مش مستدعي ان انا افضل اكل في نفسي واحرق في دمي كتير خالص. برافو عليك، بس اسلم للامور. يا سيدي فدات يجي غيرها 10، هي هتعيش اكتر مننا يعني؟ ما الناس بتموت، الجهاز مش هيموت، التليفون مش يعني اني احسن، البني ادم ولا الجهاز اللي بيبوظ؟ صحتك بالدنيا يا سيدي، صح؟ صعبش عليك غالي، فداك. بس يقولوا ايه؟ اللي بيجي في الريش بقشيش، ولا يهمك. تعالوا نشوف استراتيجيات إدارة الغضب. أول حاجة اتعلموا الاسترخاء، اتعلموا الاسترخاء والهدوء والسكينة. زي ايه؟ همدد شوية، هاخد فترة ريلاكس كده، راح ارخي كل عضلات جسمي. حاول تسمع قرآن كريم، حط صوت الصورة اللي انت فيها، القارئ اللي بتحب تسمعه، غمض عينيك كده واسرح واستمتع بالتلاوة. موسيقى، صوت بحر، صوت عصافير، اعمل لنفسك كده حالة من الريلاكسيشن تامة، مديتيشن، خش في مرحلة كده من الاسترخاء والتأمل الذهني، هدي نفسك تماما. اعمل لنفسك شيء من الهدوء والسلام النفسي، اول ما تلاقي نفسك هتبتدي في حالة من الثورة، انسحب بهدوء كده وخش كده في حالة كده من ايه، الوجدان النفسي، التسامح النفسي والتصالح النفسي. فيه شفاء للقلوب القرآن الكريم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علموا نفسكم كده دائما ويوميا التأمل والتفكر والتدبر في خلق الله. تصحى الصبح كده، أول ما تصحى الصبح وتصلي صلاة الصبح، تقعد كده تتأمل في الكون، تغمض عينيك كده وتمدد كده على الكرسي بتاعك، تسبح بحمد الله وتذكر الله، تسمع القرآن الكريم وتتدبر في ملكوت الله، وتشوف عظمة الخالق في الشروق من أروع ما يكون، من أروع ما يكون، بيديك سلام نفسي، بيخلي يومك أهدى، أنت بتعمل حالة من الهدوء النفسي والسلام النفسي مع نفسك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مفيش أحلى من كده أظن. عود نفسك على الابتسامة، صدقوني الناس اللي هي واخدة إنها تبتسم وبتتقبل الأمور برحابة صدر، وحتى لو بتتخيل بتستدعي موقف سعيد يسعدك. يعني لو اتعلمت الابتسامة دائما، أنا عايز أقول لكم إن دي سحر، سحر حلال، تنزل بتغسل قلبك، عمرك ما هتبتسم الا لما تلاقي مردود الابتسامه دي، انك هتحس بالتفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه. ايا كان، استرجع، استرجع كده حاجه حلوه تخليك تبتسم، المهم انك ترسم الابتسامه الجميله على وجهك، اي موقف تخليك ان انت فعلا مبتسم وسعيد، ده بيفرق معاك خالص، بيخليك تقدر تتحكم في انفعالاتك. دي مساحة للناس اللي انت تفهمهم، خليك منفتح على الآخرين، من حقهم كمان يعبروا عن نفسهم، اديهم مساحة يعبروا عن رأيهم، اديهم افهمهم، حاول تتفهم. ممكن يكون واحد زعلان النهارده، هو ظروفه كده، ايا كان، اديله مساحة ان انت تفهمه، اديله مساحة انك تستوعب آراءه وأفكاره ودماغه ماشية ازاي، هو ليه حق عليك انت كمان، فده مهم جدا جدا. حاول تبقى دمك خفيف، يعني تاخد الامور بضحك، ما تاخدش تنشنه كده، يعني خد الموقف اقلبه بروح فكاهه، يعني عارف ساعات لما نبقى قاعدين زعلانين نروح قلبينها ضحك مثلا، يعني كانك بتتريق على نفسك، بتتريق على الموقف، خلي عندك روح الفكاهه كده عاليه، ما تصعبش الامر عليك يعني، تمام؟ يعني الموضوع ده بيخلي التنشنه تفك، ما بيخلكش دايما متنشن كده وقافل والدنيا موجوعه معاك، يعني لا عدي، تدارك الوضع، يعني ما تفضلش قاعد فيه كتير، تدارك الوضع وعديه، ما تبقاش انت قاعد
مأزم الدنيا يعني. حاول تتخيل حتى لو قدامك ده ان هو شكله اشكال الكرتون عشان تضحك، تتابع الضحك هتلاقي واحد بيزعق وبيصور وبيصرخ، انت تخيل ده انك في فيلم كرتون مثلا هتلاقي نفسك بتضحك يعني. تغلب عن ده بكل الطرق، اجلب الابتسامة، ضحك الدنيا حتى ولو عبثتك يعني. خلي الموضوع يمشي بطريقة مرحة شوية، متبقاش متنشن كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يقول أحدكم إذا غضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه الغضب. كفاية بس إن أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر ربنا وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عني كل الغضب وكل الضيق وكل يعني، مجرد بس إن أنا أستغفر ربنا كده وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي في حد ذاتها تخلق عني كده روح من ربنا بيسامح، احنا مش هنسامح ربنا عز وجل بيسامح، احنا مش هنسامح مالنا نكون احنا عشان ما نمسش الصفحة يا دعاء. انت هتكوني الاحسن، انت هتكوني الاحسن لو احنا خدنا السياسة ان احنا يعني انا هسامح مين ولا مين، من شام الكرام ان شاء الله وتقدر. احنا كده خلصنا من حضرتنا. اتمنى ان انا اكون حاولت ان انا الم لكم استراتيجيات الغضب وتفهموا ايه الغضب وازاي نتحكم في غضبنا بسهوله وبيسر، ويكون الموضوع كان بسيط عليكم. حد عنده اي سؤال او انا قصرت في اي جزئيه تحبوا اعيد شرحها او في حاجه مش مفهومه او انا لا انا ما جاليش اي سؤال يا استاذ احمد، ما جاليش سؤال على الخاص، مش ما شفتش حاجه معلش عندي. هل السؤال ممكن يتكتب على العام ولا هيبقى صعب؟ حد عنده اي استفسار طيب غير استاذ احمد؟ هشوف انا الموضوع ده دلوقتي. حد عنده اي سؤال يا جماعة؟ في مشكلة في المحاضرة؟ هل كانت مفهومة او في حد عنده اي جزئية؟ ان هم عارف يتحكم، ان هو بيقدر يسيطر على الغضب بتاعه بسهولة يعني، بيعرف يسيطر على الغضب بتاعه بسهولة، بيستخدم الادارة اللي احنا بنقوله ده كله. هو امال احنا بنقول ادارة الغضب ليه يا استاذ احمد؟ عارف يستخدم سياسة الغضب، ادارة الغضب ازاي؟ الله يكرمك يا رب يا بسمة، متحرمش منك يا رب. ها يا جماعة قولوا لو عايزين اشرح من اول وجديد، انا ما عنديش مانع تحت امركم ابدا ابدا، بكتر خيركم، كتر الف خيركم بالعكس، كتر الف خيركم بالعكس. بشكر الدعم جدا بالعكس، انا تعبتكم معايا وبعتذر عن العطل اللي حصل لدقايق ده، اتمنى ما تاخذنيش يعني، انا اسفة جدا. هنزل الدعم، بس نزلوا الاكونت بتاعي لو حد حابب يتواصل معايا، بس استاذنكم تبعتوا لي مسج ان انتوا حضرتوا معايا اداره الغضب عشان ما بضيفش اي حد. بعد اذنك اكونت فيس، بس على شريطه ان اللي هيبعت لي اضافه اتمنى منه بس ان هو يبعت لي انا حضرت معاك اداره الغضب، للي حابب يستفسر اكتر. هيكون عندنا محاضره اخيره باذن الله في اداره المشاعر، هتكون باذن الله بعد العيد، هتتكلم عن ازاي اتحكم في مشاعر الخوف واقضي ازاي على الخوف المرضي الوهمي وتغلب عليه. اتفقنا؟ كل سنة وانتم طيبين، استمتعت بيكم جدا، انبسطت معاكم قوي، اتمنى اشوفكم تاني، ويا رب تقضوا العيد في سعادة ويكون خير يا رب عليكم، والسنة الجاية يا رب كلنا على عرفات ويتقبل منا ومنكم، ويا رب ننول الحج كلنا يا رب بإذن الله يا رب.
اشوفكم على خير ان شاء الله. وده الاكونت بتاعه زي ما قلت لكم، بعد اذنكم بس رساله بس، ان انت حضرت معايا اداره الغضب. اشوفكم على خير، شكرا للدارين وشكرا للدعم اللي كان معايا، والسلام عليكم ورحمه وبركاته.